بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد وقفنا في نهاية اللقاء السابق عند تعريف الغيب لنتعرض لخواطرنا حول قول الله الذين يؤمنون بالغيب، وقلنا إن الغيب هو ما غاب عن الحس، وقلنا إن الحس لا يقتصر على الحواس الخمس الظاهرة، بل هناك حواس أخرى لم تكن معروفة وقد عرفت بعد، وهناك إحساسات لم نستطع إلى الآن أن ندرك أدواتها التي تحس بها. وقلنا أنه لا يعني عند كلمة الغيب أن نعرف أن الأمر الذي غاب عنك هو الغيب، ولكن المراد الغيب المطلق الذي يغيب عنك وعن نظرائك. فإذا ما علمت شيئا هو معلوم عند الغير فلا يقال ذلك علم غيب، وإذا ما علمت شيئا كان مطمورا في الكون ومستورا من أسرار الله إلى أن يحين يوم ميلاده، فإذا ما وصل إليه المكتشف لا يقال إنه علم غيبا، لأن هناك مقدمات، هذه المقدمات تؤدي إلى معرفة المطلوب. فما دام الشيء بذاته محسن أو بمقدماته التي تدل عليه وهي محسة فلا يعتبر ذلك إيه؟ فلا يعتبر ذلك غيبة. فالذين يقولون أنهم يتنبؤون بالطقس وبالجو وإلى آخره، هذه مسائل حسابية تحسب فتنتج المطلوب، فالناتج وإن لم يكن معلوما إلا أنه وليد شيء معلوم، لا يقال ذلك إيه؟ ذلك غيب. الغيب المراد بالإيمان به هو الغيب الذي لا يكون مصدره إلا من الله، ولذلك قلنا إن الإيمان لا يتعلق بمحس أبدا، وإنما يتعلق الإيمان بشيء غيبي، فلا يقال في أي شيء محسن أنا أؤمن به، أنا أؤمن بأن الشمس ساطعة، أنا أؤمن بأن القمر قد بزغ، أنا أؤمن بأن الدنيا تمطر، أنا أؤمن بأنني جالس هنا في التلفزيون لأسجل، ما يقالش هذا إيمان، لأن ده أمر إيه؟ أمر محس. ولكن الإيمان متعلقه دائما إيه؟ غيب. ولذلك حين أجاب جبريل، أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حواره مع إيه؟ جبريل، قال له ما الإيمان؟ قال أن إيه؟ أن تؤمن بالله وهو غيب، وملائكته مش كده؟ غيب، وإيه؟ وكتبه ورسله. واحد يقول لي لا، الكتب والرسل مش غيب، الكتب والرسل ما هماش غيب، نقول له لا غيب، لأنك أنت لم تلحظ الكتاب وقد تدلت به يد الله أو هبط من السماء فنزل على الرسول، ده قال لك أنا أوحي إلي ولا شفت أنت وحي ولا أي حاجة، مسألة إيه برضو إيه؟ غيبي. وبرضو لما قالوا الوحي وقال له أنت رسول وما شفتش أنت العملية دي، يبقى إذن وإن كانت الكتب محسة وإن كان الرسول محسا، إلا أن رساليته أو إنزال الكتاب لم يكن أمرا محسا لك أبدا، مفهوم؟ وبعد ذلك قال إيه؟ واليوم الآخر مثلا تؤمن كل دي، وأن تؤمن بالقدر خيره إيه؟ كل دي المسائل ايه؟ غيبية. مسائل غيبية. هذه المسائل الغيبية ما الذي جعلها تصل الى مرتبة الايمان؟ معنى كلمة ايمان يعني ايه؟ الايمان معناه التصديق الجازم، تصديق جازم. ومعنى تصديق جازم، ان كنتم قد ذكرتم النسب التي قلناها سابقا، نسب المجزوم بها والنسب غير المجزوم بها، يبقى التصديق الجازم هو ده اسمه ايه؟
الإيمان. ومعنى جازم أنه لا يطفو إلى الذهن ليناقش من جديد. إن كان لسه سيطفو إلى الذهن ليناقش لا يقال إيمان، ما يقالش إيمان. ولذلك بنسمي الإيمان ده إيه؟ عقيدة. معنى عقيدة يعني إيه؟ شيء معقود، يعني مش شيء هش كده يعني أي حاجة تحله، لا، شيء معقود، والمعقود ده يعني مربوط رباط إيه؟ رباط موثق. يبقى مثلا الإيمان التصديق الجازم، التصديق الجازم بقضية. الإيمان عامة تصديق الجازم بقضية لا تطفو إلى الذهن لتناقش من جديد. الحياة التي نحياها كلها إن لم يكن هناك إيمان بقضاياها ما كنش حد يعمل حاجة. إن لم يكن عندي إيمان بأنني لما أروح كلية الطب هطلع طبيب ما كنتش رحت، إن كلية الهندسة أطلع مهندس ما كنتش رحت، إن كانش عندي إيمان أن لما أركب مثلا المترو يوديني الحتة الفلانية ما أمشيش، إن كانش عندي لما أركب مثلا من حزق الحديد القطر الفلاني يوديني اسكندرية ما ينفع. إذن كل القضايا عايزة إيمان، عايزة إيمان. هذه قضايا الكون الجزئية. يبقى ما دامت قضايا الكون الجزئية لا تنتظم حركتها إلا بإيمان يقيني بمسائلها، فما بالك بالأمر الكلي العام؟ يبقى الأمر الكلي العام يبقى لازم فيه إيمان، لازم يوجد إيمان. إن ما كانش يوجد إيمان يبقى مش ممكن أي حاجة في الكون تستقر ولا تنتظم. يبقى الإيمان التصديق الجازم بالقلب، تصديق الجازم ده بوجود الشيء الذي يفسد على الناس إيمانهم، أنهم يدخلون في الإيمان ما ليس من الإيمان، يدخل في الإيمان الوجود والكيفية. نقول له لا، أنت زودتها. الإيمان فقط يريد الوجود فقط، أما الكيفية والصورة فلا ضرورة لها. الإيمان يكفيك أن تعلم أن وراء الكون قوة عليا قادرة حكيمة مدبرة خلقت هذا الكون، هذا هو الإيمان. كيفية وجود هذا القوة دي إيه؟ شكلها إيه؟ نقول له مش شغلتك بقى، مش شغلة العقل، إنما شغلة القوة نفسها لتنبهها عن نفسها، تقول أنا اسمي كذا، لأن دي أمر ما يدركش بالعقل، مطلوبي كذا. يبقى إذن الذي يفسد على الناس مسألة إيمانهم أنهم يريدون أن يدخلوا الإيمان ويحشي آخر مش من مطلوب الإيمان. ولذلك حين يعرض الحق هذه القضية يعرضها في أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حينما قال لربه أرني كيف تحيي الموتى. شوف كلمة كيف، كلمة كيف أدخل في الإيمان ما ليس منه. فقال الله له ليصحح له ولنا أولم تؤمن؟ قال له إيه؟ بلى. يعني إيه؟ يعني آمنت. آمنت بإيه بقى إذن بدل بتسأل؟ يبقى آمن بأنه يحيي، وهذا هو القدر المطلوب. الأمر الزائد عن المطلوب أنه سأل كيف، ودي ملهاش علاقة بالإيمان بقى، ملهاش علاقة بالإيمان. ولذلك السطحيين الذين يريدون أن ينفذوا إلى نقد القرآن يجي يقول لك يا أخي القرآن يقول أولم تؤمن؟ قال بلى. ومعنى هذه الدلالة في اللغة بلى يعني آمنت، والإيمان هو اطمئنان القلب إلى قضية ما، فكيف يقول ولكن ليطمئن قلبي؟ فكأنه طلب لأن الاطمئنان غير موجود، وبطلبه يريد أن يوجد الاطمئنان. والإيمان اللي هو قال عليه بلى آمنت هو الاطمئنان، يبقى في تناقض. يبقى هو ما آمنش ولا حاجة ما دام ليطمئن قلبه. ما دام اطمئنان القلب هو المطلوب لإبراهيم فكأن الإيمان غير موجود، لأن الإيمان هو إيه؟ اطمئنان القلب. وهو قال بلى يعني آمنت، وبعدين قال ليطمئن، يبقى في تناقض ولا مش في تناقض؟ في ظاهر الأمر إن في تناقض. نقول له أنت لم تفطن إلى السؤال،
قال هل قال أتحيي الموتى أو لا تحيي؟ لا، قال له كيف؟ فالسؤال عن الكيفية. إذن فالاطمئنان لا على أصل القضية وجودا من أن الله يحيي الموتى، ولكن بده يطمئن على الكيفية دي شكلها إيه. يبقى إذن الكلام ما فيش فيه تناقض، لأن آمنت يعني بأنك تحيي الموتى. حين تقول الإنسان كيف بنيت هذا البيت، أعندك شك في بناء البيت؟ يبقى إذا لما أقول له كيف تحيي الموتى، يبقى أنا أؤمن أنك تحيي، بس إزاي الحكاية دي؟ يبقى السؤال عن الإيه؟ إذن أدخل مسألة ماهيش في إيه؟ مش في الإيمان. فربنا قال له دي مش في الإيمان، الإيمان هو إيه؟ إنك تؤمن أنني أحيي بس، أدي القدر. إنما كيف؟ دي بقى نعمل لك العملية قدامك بقى. كيف دي؟ يبقى لازم نعمل لك العملية قدامك، ومش العظمة بقى. وهنا الترقي والتصعيد لعظمة الألوهية يتجلى في أنه أعطى الجواب بشكل يصعد قضية الإيمان، مش يخلي بس قضية الإيمان كده، لا، ده خد المسألة دي وادانا جواب يصعد إيه؟ يصعد قضية الإيمان. إزاي؟ قال لك لأن الإنسان المخلوق يستطيع أن يعدي أثر قدرته إلى الضعيف. أنا لا أستطيع أن أحمل شيئا، حجر قدامي مش قادر أحمله، أبقى أنا عاجز عن حمله. يوم يأتي واحد قوي فيعدي لي أثر قوته، وقوته تفضل عنده مش ما جاتليش، ويشيل الحجر لي، يبقى عمل معي إيه؟ عدى لي أثر قوة قدرته، وظللت أنا ضعيف والقدرة عنده. أدي الخلق بالنسبة للبعض، لكن الحق غير كده. يستطيع الحق أن يعدي لك من قدرته، مش ليفعل لك بل ليقول لك افعل فتفعل. أدي العظمة بقى. أيستطيع واحد من الخلق أن يعدي قدرته إلى عاجز؟ لا، لا، يعدي أثر قدرته، إنما قدرته لا. فربنا عمل كده ويا إبراهيم. شو الترك بقى والتصعيد؟ تصعيد للمعنى. يقول له إيه؟ هات أربعة من الطير، أنت اللي تجيبه مش أنا، وضمهم إليك كده عشان تعرفهم وتتأكد منهم، وقطعهم أنت بإيدك، وحط أنت على كل جبل منهم جزء، ومش بعدين أنا أدعوهم يأتينك سعيا، أنت اللي تدعيهم يقولك، أنت اللي تدعيهم يقولك، أنا عرض أنك تجيبهم، تجيبهم أنت مش أنا بقى. الله. يبقى إذن إدانا في الجواب فايدة، وهو تصعيد مناط القدرة في أنه يعدي قدرته إلى افعل. ولذلك شوف، وأخلق من الطين كهيئة الطير، مش كده؟ فأنفخ فيها فيكون بإذن، أنا اللي أنفخ وبعد. وإلا لو ربنا صحها ما هي مسألة سهلة. لا، أدي العظمة بقى في أنه عدى من قوتي، يقول له افعل، انت افعل انت مش هني. طب ايه؟ لا، ايه هنا لما احييها؟ لا، ده ان اردت انك انت تدعيها وتحييها انت اللي تحييها. هات العظمه. يبقى اذا الايمان لا بد ان ناخذ الايمان على قدر الوجود فقط، اما كيفيه الوجود مش مطلوبه في الايه، مطلوبه في الايمان. وما دام نؤمن بالله وبالملائكة وبالكتب ونؤمن بالقدر وخيره وشره كلها، يبقى ده اسمها الحصيلة الايه؟ الإيمانية اللي ملأت الايه؟ العقيدة. وأما آمنت بها وهي غيب، وأوصلتها بالجزم إلى مرتبة ايه؟ إلى مرتبة التصديق، حتى يأتي التصرف السلوكي وله رصيد من يقين ينبوعي في القلب وفي الوجدان، مش مسألة سطحية كده. لازم. ولذلك الإيمان هو الإيه؟ هو الركيزة الأساسية، الينبوع اللي هتصدر عنه الحركة. وما دام الينبوع اللي هتصدر عنه الحركة لازم يكون إيه؟ معقود عقد ما يزحزحش أبدا. الذين يؤمنون إيه؟ بالغيب. هذا الإيمان بالغيب
قد يكون أمر مستور أنا أؤمن وكل حاجة، ولكن تعدي آثار هذا الإيمان إلى الحركة الحياتية، ويقيمون الإيه؟ الصلاة ويؤتون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله، يبقى جاب حاجة تتعلق بالقلب وهو الإيمان، وشيء يتعلق بالقالب وهي الإيه؟ الصلاة. وشيء يتعرض بعصب الحياة وهو الرزق والمال. يبقى دول العمدة. لو أردت إنك أنت تمسك كل فضائل التعبديات تجدها لا تخرج عن هذه الثلاثة أبدا: قلبيات إيمانية، وقالبيات سلوكية خضوعية، خلاص، وأريحيات بذلية في الحياة يفيض بها القادر على العاجز، ليطمئن العاجز إلى أنه موكول إلى أخوة إيمانية تجعله يستقبل الحياة استقبالا لا يخور أمامه أبدا. وتطمئن كل إنسان على أنه إن فقد القدرة على الإيجاد وعلى الفعل فله إخوة قادرون يستطيعون أن يحملوا عجزه على قدراتهم، لأنهم يؤملون أن يحمل عجزهم إن حصل على قدرات الآخرين. إذن فالعملية الثلاثية، الذين يؤمنون إيه؟ بالغيب، إيه؟ ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تجد القرآن حينما يتعرض لهذه المسألة الركنية في الإسلام لازم يقرن الزكاة بالصلاة، ما تنفصلش عنها أبدا. العاقل يوم يقول له دي ليه؟ قال لك لأن الصلاة تأخذ بعض الوقت، وقد يظن الأحمق بوقته على أنه يذهب إلى الصلاة. ليه؟ لأنه يتعطل عن العمل، ويتعطل عن العمل ليه؟ لأنه يريد من العمل جدوى، أكنه حيضحي بوقت يجيب له إيه؟ يجيب له مال. والذكي بتاخد المال. يبقى اذا لازم تنقرن الزكاة بالايه؟ بالصلاة. بالصلاة. ليه؟ لان الصلاة تضحية بالوقت، والوقت مظنة الحركة والعمل، والعمل مطلوب للجدوى مالية يعني. أيوة. والزكاة تضحية بآثار العمل. أيوة. تضحية فتقرن. وكما أن الزكاة كما قلت سابقا كانت إنقاصا للمال في نظر الموازين الاقتصادية، فيسميها ربنا إيه؟ زكاة نماء. شوف قلب المكياس عندنا، والربه اللي بيزود سماه محق، فكأن الذي يزيد في أعرافكم ينقص عند الله، مش كده؟ والذي ينقص في أعرافكم وهو زكاة يزيد عند الله. ولذلك شوف الآية جاية كده: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. المضعف يعني ايه؟ هو المضعف يعني بيجيب اكتر قدها. ليه؟ لان ما يأتي ثانيا يبدو ما كان اولا ضعيفا، فكأنك اظهرت بالشيء اللي زاد ان الاول كان ايه، فكأنك بالزيادة التي اخذتها بواسطة الزكاة صيرت الاصل الذي زكيت عنه ضعيفا. لما تكون بقى يبقى عندك 100 وبعدين ربنا يبارك لك يبقى عندك 200، يبقى انت اضعفت الاولانية ولا لا؟ اضعفت الاولانية بايه؟ بالزيادة دي. خليت الاولانية ملهاش ايه؟ ملهاش قيمة، ده كترت قوي. واولئك هم الايه؟ المضعفون. ولذلك لازم تفهم اضعاف ومضاعفة والى اخره. كلمة اضعاف دي واضعاف جاء من ناحية ان الذي ينشأ ثانيا يظهر لك الاولى ايه؟ يظهر لك الاولى ضعيفة. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن هدى للمتقين يجيب لنا العناصر: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
انظروا إلى كلمة ومما رزقناهم. شوف المتصدق أو المزكي قد يأخذه غرور بأنه معطي. نقول له أنت معطى، أنت معطى، وما دام أنت معطى ولم تستنكف أن يعطيك ربك ما تستنكفش بقى أنك تدي للغير. لأنك أنت مما رزقناهم، يعني مش بتاعتك، يعني مش بتاعتك. عشان يمنع إيه؟ يمنع تعالي النفس وغرورها عند العطاء. لما يمنع تعالي النفس وغرورها عند العطاء بيرد هو إلى أنه إيد سفلة، هو واخد. وما دام أنت واخد يا أخي يبقى ما تستعليش على من تعطيه. ولذلك كان الحق سبحانه وتعالى حين يريد من ولي الأمر ولاية إيمانية بمعناها الحقيقي المراد لله، إنه هو اللي ياخد الزكاة وهو اللي يعطيها للفقراء. ليه؟ حتى يحمي المعطي من غرور الإعطاء، وحتى يرفع عن الآخذ زلة الأخذ من المساوي. لأن لما أخذ من إيد رئيسي وملكي وحاكمني مش زي أخذ من إيد واحد تاني، لأنه بولايته للأمر مكلف به. فلما أنا أخذ منهم، ولذلك كانوا يقولوا زمان كده الملوك لا يستحى من مسألتهم، يعني الناس ما تستحيش تقول له الدين أنا عايز، لأنه هو المفروض فيه أنه لازم يبقى كده. إنما مثلا لما يجي مثلا الإنسان يجي في الحارة ويتصدق على المساوي، من جايز من أولادي وأولاد الآخذ، وأولاد الآخذ يشوفوا إن هم بياخدوا مني، وأولادي يشوفون أنا اللي بديهم. تعمل عملية كركبة اجتماعية، كركبة اجتماعية دي. لما يكون ولي الأمر الإيماني هو اللي واخد وبيدي، يبقى ما فيش فيه لا استعلاء ولا كبرياء من المعطي، ولا زلة ولا استخزاء من الآخذ. إذن فإيمانية ولي الأمر بترفع الحرج عن الناس في أمور كثيرة. اللي ما يقدرش على إنه يمشي حكم في بيته يمشيه ولي الأمر، فهم ولا لا؟ يبقى إذن ولي الأمر حين يكون له ولاية إيمانية بيحمي الناس من إيه؟ من ضعفها. حتى أنا ما أقدرش أأمر مثلا أهلي، ما أقدرش أأمر بنتي، إنما نقول ولي الأمر، بس أبقى أنا أحمي نفسي في إيه؟ في ولي الأمر. يبقى ولي الأمر لما ما يكونش ولايته إيمانية يبقى بيتعب الإيه؟ بيتعب الناس وبيفضح الرجالة وبيفضح. فولي الأمر لما يكون ولايته إيمانية هيستر كل الرجالة وكل يعني مثلا لما يجي الرجل كده يشوف امرأته ماشية متهتكة في الشارع ولبسالي عملالي زي مش عارف ايه، ولا شايف امه برضو ما لبسة لبس ما يناسبش انها ام، مسألة سخيفة قوي. انما حين يكون ولي الامر بقى هو اللي عامل، يبقى انا ماليش ايه، ماليش كلام. بدل ما تشخط فيا وتقدمني، بدل ما يمنعوا عني المصروف، بدل ما يضطهدوني، يبقى المسألة محمية ايه؟ محمية في ولي الامر. فلو علم ولي الامر كم ينقذ من رجولات الناس، كان يتقرب إلى الله بأنه يحمل عن هؤلاء جميعا أن ينفذ حكم الله على الناس إيه؟ جميعا. وبذلك الضعيف يتوارى في إيه؟ في ولي الأمر. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إقامة الصلاة، إقامة أي شيء، يعني جعله مستويا لمهمته. تقول ايه؟ اقام الغصن. الغصن عادة لما نقطعه مثلا من شجرة يبقى فيه ايه؟ شوية عود، شوية كده، شوية فروع كده، ونقطعها يقوم لما يجي ايه؟ يقوم يقومها كده ويخليها ايه؟ يبقى اقامة الشيء يعني ايه؟ جعله مستويا لمهمته، جعله مستويا لمهمته. مش ضروري يكون عدل يعني، لان قد تكون مهوته فانه ينعوج شوية مثلا. يبقى إقامة الشيء جعله مستويا لمهمة، وإقامة الصلاة يعني جعلها إيه؟ مستوية لأداء إيه؟ لأداء مهمتها. فكل شيء مستوي لأداء مهمته يقال له إيه؟ أنك أقمته.
ولذلك السوق اللي رايجة وربحت ومشيت وفيها تجارة أقولك إيه أقامت السوق يعني سوق مشية سوق مشية يبقى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم إيه ومما رزقناهم إيه ينفقون. وهنا تلحظ إن كلمة الزكاة ما جاتش إنما كلمة النفقة وكلمة الإنفاق دي أوسع شوية من الزكاة أوسع شوية لأن الإنفاق ده يجي نفقتي على نفسي يبقى أكنني لازم نعمة ربنا تظهر علي وأنفق على أهلي وأنفق على الفقراء من الزكاة وأنفق على غير الفقراء بالهبة والصلاة سلام هدية. إذن ومما رزقناهم ينفقون محددتهاش في مين علشان تدي أريحية واسعة للإيمان أريحية واسعة للإيمان يعني نفقتي على نفسي نفقتي على أهلي نفقتي مثلا على أهل الزكاة نفقتي مثلا على الأحباب كل دي داخل في إيه كلمة إيه نفقة. إذا نظرنا إلى أن كل صفات الإحسان الموجودة في المناهج تنحصر في هذه الثلاثة القلبيات الإيمانية خلاص والقالبيات الخضوعية في الصلاة والأريحيات البذلية لما تيجي بقى تاخد القيم في معناها التواضعي تقوم تجد الصلاة دي ساعة ما تدخل كما قلنا منتهى الخضوع لأنك بتجيب أعلى شيء مع أوطى شيء مع القدم الرأس مع القدم والمهم بتتعملهاش بدروة بنجوة يعني في خلوة لا قدام الناس كلها فاللي شاف القامة المنتصبة واللي شاف الجاه وشافك إيه ساجد لله يبقى إذن استطراق زي ما قلنا استطراق الإيه استطراق العبودية دوم دي تمنع الغرور الكبريائي في النفس البشرية. إن كانت وظائف المجتمع تقتضي تميزا فوظائف العبودية تقتضي تساويا ويبقى القدر الجامع بيني وبينك في أي عمل عملك مش أنت رئيسي ولا أنا مرؤوس لك إنما عملك قد يكون رئيس عملي إنما أنت مش رئيسي. شوف الفرق بين الاثنين يبقى العمل هو اللي ايه تركيبة العمل ان العمل ده فوق ده مفهوم ولذلك قد اكون خيرا منك ان كنت مرؤوس مثلا كويس مثلا فلما تيجي للصلاة تجدها عملنا الايه هذا الوضع وايضا تعطي انك اذا ما قدمت انسانا لامامتك يبقى معناه انك انت ايه طوعه بس طوعه الامتي لا تستطيع ان تقول الله اكبر مع انها عباده الا اذا قال هو الله اكبر ولا تستطيع ان تركع الا اذا ولا تستطيع ان ترفع راسك الا اذا ليه لانك انت خولت له هذه الايه هذه المهمه لكن طالما هو ماشي على المنهج اللي حكمني وحكمه ماليش كلام وياه لكن اذا شاذ شويه بقى وتروح سبحان الله وتروح معدله يبقى علمني ان الولايه في كل شيء بحسبها ما نبهواش رقعه الولايه خد الولايه على قدها هي في ايه في كذا ما تعديهاش لكذا لو إلا لو تعدت لكذا هقول لك لا هقول لك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الإيه ولو أن كل ولاية ظلت محجوزة في مكانها الطبيعي لما أنف واحد من ولاية أحد عليه أبدا ليه لأنه هيبقى في خدمتي هيبقى لكن اللي بيخلي الناس ليه بيخلي الناس مثلا تتسامى الى انه يبقى هو الحاكم ويعمل انقلاب زي ما بنشوف في الدول كده ليه لانه شايف الحاكم مش في اطار الولايه بل هو مزود الايه
والأكوان ليه ما بقاش؟ إنما لو كان شايفه في إطار الولاية يقوم لا يراه إلا شقيا بالحكم، لا يراه إلا متعبا بالحكم، فبدل ما يستشرف ويتسامى على إنه يبقى حاكم يقول الله يعينه يا شيخ ويبعد عنا الحكاية دي. إيه اللي بيخلي الناس تستشرف؟ إنهم واخدين الرقعة أوسع من المسألة، ويا ليتهم يختصرون على الرقعة في ذواتهم. يمكن اللي متصل واللي قريب دواير بقى يوم دي اللي بتخلي ايه؟ اللي بتخلي كل واحد ان لم يستشرف الى ان يكون حاكما لينعم فيعمل ايه؟ يبتدي يتقرب بغير حق. اللي الصورة هتيجي وينافق، اللي الصورة هتيجي تعالج، هتيجي تعالج صورة البقرة في هذه الايه؟ ما هذه المسألة هيبقى ايمان وكفر ونفاق، ثلاث أقضية هم اللي ايه بيسيطروا في الكون. فيجي الحق سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بايه؟ بالغيب ويقومون الصلاة وكلمة ومما رزقناهم ينفقون، دي بتاخد كل إطار الحركة في الكون، لأن مدام ينفق مما رزقناه يبقى هو أحسن استقبال أسباب الله في الكون، ولما أحسن استقبال أسباب الله في الكون وتفاعل معه فتفاعلت معه يبقى يستطيع أنه يعمل إيه؟ أنه ينفق. لولا هذه ما يستطيعش أنه إيه ينفق. يبقى كل حركة الإيه؟ كل حركة الكون، ويبقى كأنه في الكون مضارب لله. مضارب يعني ايه؟ يعني واخد الخير بتاع ربنا بشوية حركة منه، وبعدين ربنا بيقول له عايزين ايه؟ نقسم بقى النتيجة. انا مش هاخد كتير، انا هاخد مثلا 2.5%. شوف بالله الله صاحب راس المال كله بياخد 2.5% وغيرته بياخدها لايه؟ وبياخدها لنفسه؟ ده بياخدها لايه؟ لاخيك، وحيبقى ياخدها لك، وحيبقى ياخدها يبقى اذا كل الحركة الحياتية في الكون نشأة من ايه؟ نشأة. احنا قلنا في حلقة سابقة او في لقاء سابق ان الانسان والاسرة والامة والعالم يحكمها شيء واحد في حركة الحياة، وهو الانتاج والاستهلاك. انتاج والاستهلاك. إن كان الفرد أو الأسرة أو الأمة أو العالم ينتج مثل ما يستهلك يبقى تجمد، هيفضل كده. طب وإن كان يستهلك أكثر مما ينتج يبقى هيخرب ضروري، والخراب ده يحدد الفارق في الله. طب ما ليترقى إمتى؟ إذا كان ينتج أكثر مما يستهلك. ما دام ينتج اكثر مما يستهلك يبقى معنى ذلك زي ما قلنا ان هو حيتحرك في الحياه حركه تسعه وتسع من يعود وتسع العاجز وتسع العاجز. ما دام تسع العاجز يبقى فيه الكفاله الايه اللي موجوده. يقول بقى الحق سبحانه وتعالى كلمه ومما رزقناهم ينفقون، يبقى ما هو الرزق؟ ايه هو الرزق؟ الرزق انت بتفتكر انه الشيء المباشر للانتفاع؟ لا، قد يكون الشيء المباشر للانتفاع اذا نظرت الى الهواء مثلا على طول، واذا نظرت الى الماء الساقطة من الى السماء. انما بعد ذلك في الطعام قد يوجد، اذا كنت عايش تعيش بقى متبدي على الاحراش اللي بتطلع وال، لكن كنت عايز بقى ترتقي وبتزرع ومش عارف ايه، يبقى الرزق رزق مطمور الاسباب. حين يرزقك مطمور الاسباب يبقى هو ده الرزق، اللي اداك الارض اللي فيها العناصر وصالحه لانك انت تزرع فيها وتستنبت، يبقى هو ده الايه؟ هو ده الرزق. يبقى اذا الرزق مش ضروري يكون ايه؟ مباشر الانتفاع، بل يكون ايه؟ يكون مطمور الاصل. هل انت مثلا اذا جيت في اول الشهر وجيت في القرار بتاع المطبخ وجبت تموين الشهر كله،
هو تموين الشهر كله ده ساعة ما بتيجي تاكل بيجي لك كده تموين ولا فانت اعطيت الست في البيت رزق طول الشهر بس ايه مطمور في المواد اللي انت بتسميها ايه المواد التموينية، وبعدين انقلها شوية مطمور في شوية البذر اللي انا بذرتهم في الارض وحيطلعوا لي مثلا خضار، شوية يطلعوا لي مثلا قطع، يطلعوا لي اي حاجة اسمها ايه دي. اذا فالشيء قد يكون رزقا بالقوة وقد يكون رزقا بالفعل. الرزق بالفعل هو المباشر للانتفاع، والرزق بالقوة هو ما يقول بحركة منك وتفاعل منك إلى أن يصير إيه؟ إلى أن يصير رزقا. فمثلا القمح مثلا حب هو رغيف بالقوة، إنه إن لم يكن رغيفا بالفعل. رغيف بالقوة يعني إيه؟ يعني تستطيع أنك أنت تاخده تطحنه بعدين تعجنه وبعدين تخبزه يبقى رغيف. اسمه رغيف بالإيه؟ اسمه رغيف بالقوة. لما يبقى رغيف ده يبقى رغيف إيه؟ بالفعل بقى. النوايا النقاية بتاعت البلح دي بيسموها نخلة بالقوة، يعني إن خدتها وغرستها مش عارف إيه وبتاع تبقى نخلة. لما تبقى نخلة بقى بالفعل تبقى اسمها نخلة بالإيه؟ إذن فالرزق نوعان، رزق بالفعل وهو الذي إيه؟ تأخذه مباشرة، ورزق بالإيه؟ بالقوة. لما تروح الغيط كده وبعد ذلك تلتفت تلاقي إيه؟ تفاحة تاكلها، الأرض أخرجت رزقا بالفعل مش كده؟ طيب طلعت كساية شفت ازاي؟ هتبقى بعدين رزق بالإيه؟ هي رزق بالإيه؟ بالقوة. وبعدين بعدين تبقى رزق بالإيه؟ بالفعل. وبعد طب روحت جبت برسيم، لا هو رزق بالقوة، تقول له لا ده هو رزق بالقوة، هتروح وتأكله للمشي فتقوى على حملك مش كده، او تأكله للجاموسة اللي بتحلب لك فتطلع لك الحلاب، يبقى اسمه رزق بالإيه؟ رزق بالقوة. إذن ومما رزقناهم ينفقون، لا يجب أن يقتصر الرزق على الرزق بالفعل، بل إذا أردت أن تتسامى في النفع ارزق بالقوة. يعني لما يجي لك واحد فقير ما تدلوش رزق بالإيه؟ بالفعل، تدله رغيف وشوية طبيخ يأكل. أنت اسمك اديته إيه؟ رزق بالفعل. لا بلك أنت علشان تكفيه شر المسألة تعالى عليك حاجة كده تنفع وقول له خد دي وعمل لك كشك مش عارف ايه، ولا خد لك سبوبة ايه واديله كده، يبقى اسمه اديته رزق بالايه؟ برزق بالقوة. الرزق بالقوة دي هتقدر تعمل ايه فيه؟ بدل هو ما تعود يهمل طاقته الحركية، واذا تعود ان يأخذ رزقا بالفعل وليست له طاقة الحركية تعطلت فيه يتبلد حسه الحركي ويستمرئ هذه المسألة. خطر المجتمعات من هذا، من انك انت تؤثر ان تعطي رزقا بالايه؟ رزقا بالفعل. لا، ولذلك خير الصدقة ما اغنى، يعني ما يخليش واحد بعدين يطلب تاني تقوم تديله ايه تعمل له ايه رزق بالقوة. ليه لما تدي له رزق بالقوة هتضطر إلى أن إيه؟ يحرك طاقته. فإذا ما حرك طاقته انتفع الوجود، مش هو فقط، كله، لأن الوجود منتفع بالحركة أراد المتحرك أم لم يرد. يعني حركة الناس تنفع الوجود، أراد المتحرك أو لم يرد. احنا ضربنا مثل وقلنا مثل الرجل اللي عنده كذا ألف جنيه وبعد ذلك يلقي الله في باله خاطرا يقول لماذا لا أستغل هذا المال المكنوز عندي في أن أبني مثلا عمارة تدر علي كذا في الشهر، ويضخم الله له إيه الجدوى، فيصبح بقى يجيب المقاول والمهندس ويجيب الفاعل مش عارف إيه. لا 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 لا. هذا الخاطر اللي جه له في حركته وإن لم يقصد أن ينفع الناس فقد انتفعه. الذي حفر أرضه انتفع، واللي ضرب له الطوب انتفع، والذي بنى انتفع، واللي غفى انتفع، واللي ضرب بويه، واللي عمل أدوات صحية، والنجار الله، والكهربة
كل ده انتفع. هل كان يقصد أن ينفع؟ لا، إنها حركة في الكون، والحركة في الكون تفيد غير المتحرك، خدت بالك وياي؟ وإن لم يقصدها، وإن لم. ولذلك يقدر الله هذه المسألة. هب أن ثلاثة، واحد عنده 1000 جنيه والتاني عنده 1000 جنيه والتالت عنده 1000 جنيه، قال اللي عنده 1000 جنيه حطهم في خزنة وسك عليهم كنزه، وواحد راح اشترى بالألف بتاعه بيت، وواحد تاني اشترى بالألف بتاعه فدان. نقوم لما نيجي آخر السنة نقول له يا اللي كنزت الألف جنيه هناخد منك 25 جنيه، وانت اللي خدت بنات البيت مش عايزين منك حاجة، سكنت ولا قعدت ولا بتاع مش عايزين منك حاجة. ليه؟ لأنك أخرجت الألف كلها للنفع العام. خرج المال كله للنفع العام، فانتفع الناس وإن لم، ولو اللي جه يسكن، ولو اللي جه يسكن انتفع. واللي في الأرض ما بنقولوش قوم الأرض وطلع زكي، هي طلعت لك قد إيه وبعدين ناخد نصف العشر ولا العشر ولا البتاع. ليه؟ لأنه أخرج المال للنفع العام. واحد دخله 1,000,000 جنيه وبينفقه كله، ما بنقولوش زكي. ليه؟ لأنه أخرج ماله، أنفقه في الإيه؟ في النفع العام. وإن كان ينفقه في، ما دام ينفقه في حل، وإن كان الحل واسع، بياكل كويس وبيلبس كويس، ما بيلبسش الجلابية إلا مكوية، ما بيلبسش إلا التركولين، ما بيلبسش نقول له يا أخي إيه، وما يجراش حاجة أبدا، ما دام الشيء حلال انتهى كل شيء، خرج للنفع العام. لأن طرف أي واحد يشكل ضرورة للآخرين، مش كده ولا لا؟ اللي بيلبس الجلابية ما بيلبسهاش إلا مكوية، ما تقولش عليه متأنزح، ده ربنا حطتها في مخه كده إنه الجلابية ما كانتش مكوية ما يمصتش. ليه؟ علشان فيه هي طرف بالنسبة له، ولكنها تحقق ضرورة بالنسبة للآخر. اللي مش غادر مثلا يروح إلا في التاكسي، وربنا يخلي جسمه خدلان كده، ربنا مدي الخاطر ده في قلبه عشان بتاع التاكسي يرتفع. اللي قاعد وحاطط رجل على رجل على القهوة وكل يوم ينسح الجزمة مثلا، ما تبقاش تقول ايه اللي مش عارف الايه دي. لا، ما دامت المسألة في حل، هو بيحقق ضرورة لمين؟ بيحقق ضرورة للايه؟ للآخر. إذن فكل حركة في الحياة يفيد منها غير المتحرك، رضي المتحرك أو لم ايه يرضى. فحين تأتي لتنفق يعطي ما يغني. ما يغني يعني ايه؟ يعني ما تخليش باللقمة. زي الشيوعية مثلا عايزين اللقمة باللقمة، نقول له لا، يعطي ايه؟ ما يغني. ليه؟ لانك انت ستستغل حركتها، حركته دي هتنفع مين؟ هتنفع في الايه؟ في الكون. ولذلك كلمة النفقة دي كلمة دقيقة، ومما رزقناهم ايه؟ ينفقون. يقال سوق النافقة، سوق ايه؟ نافقة. هي ان النفق دي موت موت الحمار. الحمار لما يموت يقولوا ايه؟ نفق الايه. وازاي يقولوا نفقت السوق؟ لان السوق الاصل فيها انها مشحونة بمواد معرضة للبيع. نفقت السوق يعني ما عادش حاجة ايه. شوف ازاي بقى، يبقى نفقت السوق يعني ايه؟ يبقى كل ما تعمل عملية زي دي يبقى اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ نفقة. يعني طلعت المسائل الى ايه؟ الى مراداتها الايه؟ الحقيقية. ومما رزقناهم ايه؟ ينفقون. اولئك والذين يؤمنون بما انزل اليك. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما يبقى الايمان هنا مرتين. الايمان الذين يؤمنون بالغيب، وبعدين الذين يؤمنون ايه؟ لأن الدعوة المحمدية إنما جاءت لتواجه معسكرين عنيدين، معسكر لا يعترف بمبدأ الألوهية، ومعسكر يعترف بمبدأ الألوهية بس في إطار تعبدهم وديانتهم، أهل الكتاب يعني. يبقى إذن الإيمان هيبقى إيه؟ إيمان الجماعة المكيين اللي هم ما كانوش يؤمنوا بارتباط الارض بالسماء، وبعدين الجماعه اللي هيعالجهم هم اليهود اللي هم فاهمين ان هم اقدم في ارتباط ايه؟ في ارتباطهم بمنهج الايه؟ بمنهج الله، ويدلون على غيرهم بانهم قوم لهم علم بالكتاب ولهم سبق درايه بما انزل من السماء
ولهم شرف اتباع رسالة لموسى أو لإيه أو لعيسى. يبقى أكننا عايزين لونين من الإيمان، لون يؤصل أولا الإيمان باتصال الأرض بالسماء، ولون تاني يؤمن بالدين الجديد ده على أنه ناسخ. يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وكلمة وبالآخرة هم يوقنون جاية في المحس، لأنك حين تقرأ التوراة كلها لا تجد شيئا يتعلق باليوم الآخر. فكأن مشكلة اليوم الآخر دي بالنسبة لليهود مشكلة ضخمة، لأنها لا تخطر لهم على إيه؟ على بال. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.